عامل لون. وصلتني اللبسة اليوم. اهلا كوينز، اليوم خطرت ببالي فكرة، ما بعرف من وين بتجيني هذه الافكار. الفكرة هي اني حادخل على موقع معين واختار لبسة كاملة وعيوني مغمضة. I know. فبما اني دايما بتسوق من المواقع وخلص صرت متعودة على هذا الشيء، فقلت خليني اشوف اذا عقلي الباطني واحاسيسي الباطنية حيختاروا لبسة حلوة ومنسقة مع بعضها ولا حيفشلوني. والفكرة هي انه لو كيف ما طلعت اللبسة، لو شو ما كانت اللبسة حالبسها امامكم امام الكاميرا وحاطلع بيها ان شاء الله. اطلع اجيب قنينة مي، يعني طلعة قصيرة جدا، بس المهم اني حاطلع بيها. ليش حبيت اسوي هذا الشيء؟ ما بعرف، حبيت اعيش هذه التجربة، اتسلى، اكسر الروتين. فاذا انتم كمان حابين تعيشوا معي هذه التجربة خليكم لاخر الفيديو. بيجي اليوم معايا اختي، لانه هي اللي حتساعدني بالطلبيه نفسها. حتشوفوا كيف، لاني المفروض ما اشوف القطعه اللي اخترتها ابدا لحد ما توصلني للبيت وافتحها معكم. اختي لسه بتخجل من الكاميرا فما بدها تبين. يس الحين معي لابتوبي ومعي هذه الشغله عشان اغطي عيوني. جاهزه؟ لا لحظه اجيب قهوتي. يلا اوكي. صار لي نص ساعه استناها اصلا عشان تجي. One eternity later. خلاص جبت قهوتك؟ يس جبتها. اوكي يلا نبلش. حادخل على شكلنا ما حنصور اليوم. فالحين حادخل على موقع ناكد، ما بعرف كيف ينطقوها. هذا الموقع بجنن. عيبه الوحيد هو انه اسعارهم شوية غالية بالنسبة لي انا، بس اخترته لانه اسرع موقف بعرفه بيوصل بيومين 3 ايام ماكسيمم، وانا حابة الحق انزلكم الفيديو يوم الجمعة او السبت. فلهيك فالفكرة هي انه حندخل على كل صنف من اصناف اللبس لكاتيجوري. حغمض عيوني بهذا الشيء وححط اصبعي على قطعة معينة وانت حتطلبيها. اوكي اوكي يلا رح نبلش. انا حغطي عيوني بهذا الشيء وانت حتدخلي على اول صنف اللي هو صنف التوبس، وانت حامل بايدك الكاميرا عشان تصوري لهم اللي بيحصل بالشاشه. اوكي اوكي يلا ادخلي على التوبس. اعملي ترتيب ليتست ارايفلز. حطي لي اصبعي فوق السهم اذا حبيت انزل. اوكي ليش بتنزلي؟ ما بعرف حابه انزل. اوكي حلوه اللون بتحبيه انت. اوكي بيرفكت. اطلبيها يلا، خذي مقاسي. سو الحين ادخلي على البارمز، يعني البناطيل والتنانير. بس عندهم البناطيل لوحدهم والتنانير لوحدهم. سو ايش حنسوي؟ ادخلي على التنانير ونختار تنوره، وبعدين البناطيل نختار بنطلون، وبعدين احط اصبعي بين البنطلون والتنوره عشان ما نغش. ادخل على سكيرتس. يلا. خلاص قطعة yes. حلوة. لونها يجنن. قطعة يس قطعة، ما نزلتي كتير مثل الأول، ما بعرف ليش. يلا اخلطي بين التنورة والبنطلون، أتمنى يطلع لي البنطلون لأنه التنانير مش كتير جوي ولا ستايلي. بعيدة. أقرب؟ يس. إيش طلع؟ سكيرت. اوه ماي جاد. ادخلي على الشوز الحين. هذه المرة حانزل كتير. وشو الفرق يعني؟ سؤال منطقي بس ما بعرف، هيك احساس. يس. قطعة؟ قطعة؟ حلو؟ نو مش حلوة خالص. ريلي؟ اوه ماي جاد. كل قطعة من لون. فوتي على على النظارات، على الاقل اخبي وجهي، يعني حتى اذا طلعت بهذا الاوتفيت على الاقل اخبي عيوني. خلصنا؟ يس. بتعرفي شو، ادخلي على الجاكيتس كمان. الجاكيتس بالصيف؟ يس ما بعرف، على الاقل اذا طلعت الاوتفيت كارثي على الاقل البس جاكيت من فوق. خلص دخلتي على الجاكيتس؟ يس. اوكي. ليش تضحكي؟ ولا شيء ولا شيء. او ماي جاد الدار الجاكيت يفشل. خلاص اشيل؟ يس. خلص مهمتك انت. ميرسي. شكرا.
اوكي نلتقي بعد يومين ثلاث ايام لما يوصلوني القطع ونلبس الاوتفيت العجيب. شايفين هذه النخله اللي دائما بتكون ورايا بالباك جراوند؟ طلعت ورقه جديده. واو كيوت. وصلتني اللبسه اليوم الصبح، اخذت 4 ايام لتوصل، اتاخرت شوي. اليوم المفروض عندي طلعه، وبما انه اليوم ما بعرف بحس انه نفسيتي شويه عاليه، يعني حماسي عالي، متحمسه شويه اكثر من العاده، فقررت اني لو شو ما كانت هذه لبسة حتكون هي اللبسة اللي حقدي بها يوم اليوم. اوكي 1 2 3. صراحة ما بخبي عليكم اني شوية خايفة. انتوا على الاقل عندكم فكرة ايش في جوا، انا ما عندي ادنى فكرة. اول شيء عيني اجت عليه هو الشيء باللون الاصفر، لوني المفضل. سو هذا يا اما السكيرت يا اما التوب. اوه بنات، او ماي جاد، او ماي جاد، حبيت. واو هذه لو شو ما طلع معها، تعالوا نتخيل يعني لو طلع معها شوز اخضر، سكيرت حمراء، اوكي زودتها شوي، بس يعني لو شو ما طلع معها هذه حتنقذ الستايل من كثر ما هي ستايلش وترندي. حيبين انه لا مش غلط بالستايل، انه هذه الحركه انا متعمدة اسويها، عرفتوا كيف؟ ان شاء الله بس تطلعها مقاسي. اذا ما طلعت مقاسي كل اللي قلناه انسوه. شوفوا قديش طلعت مقاسي بالضبط، في احلى من هيك قطعة؟ يعني كان ممكن اني اجيب قطعة احلى من هذه؟ لا ما بظن، بدون مبالغة يعني من احسن القطع اللي عندي بدولابي ايفر يعني على الاطلاق. طلعت كثير حلوه مع شكل قولون الجينز اللي انا كنت لابسته، بس هذه مش هي الحقيقه. الحقيقه هي اني حالبسها مع شغلات ما بعرف لونهم ولا شكلهم. خلينا نضل متفائلين. بعد هذه القطعه الرائعه خلونا نكمل ونشوف مع ايش حالبس هذه القطعه. على فكرة لازم أخبركم بشغلة كتير مهمة، هي إني بطلت أسوي فيديوهات أغاني المفضلة على يوتيوب، لأنه يوتيوب صاروا كتير صارمين بموضوع حقوق النشر، إنك تحط أغنية مش ملكك بفيديو، بس ما حنوقفهم، حبلش أسويهم على الستوريات بالإنستغرام، يعني نفس الفيديوهات اللي كنت مسويها باليوتيوب حتكون على الستوريات بالإنستغرام. فإذا حابين تضلوا معي بهذه السلسلة وقفوا الفيديو شوي الحين، سووا بوز، روحوا على انستغرامي اللي هو هذا، سووا لي فولو وارجعوا كملوا الفيديو. قطعة باللون البيج، مبدئيا البيج ممكن يمشي مع اي لون، بس الشكل سو هذه هي السكيرت، ابدا مش ستايلي. حنشوف. ممكن نتكلم عن قديش اختي طلبت المقاسات مضبوطة بالسنتيمتر. البنت بتعرف مقاساتي احسن مني حرفيا. لولا هذا التحدي ما كنت حفكر انسق هذه القطعتين مع بعض، بس طلعت اللبسة لحد هلا يعني قبل ما نكمل القطعة الثانية طلعت كتير حلوة ومتناسقة عن جد، يعني انا حرفيا ممكن اطلع بها الحين بدون تردد، وانا كتير مرتاحة وما حد يفكر ولا يحس اني طلبتها وعيوني مغمضة. عن جد نكمل. عندي احساس قوي انه خلص خلصنا مرحلة القطعة الحلوة، انه هلأ اللبسة حتبلش تخرب. لا اوه ماي جاد، لا لونها ازرق يلمع. شوفوا قديش سميك الجاكيت، ابدا مش مناسب للموسم والجو اللي احنا فيه الحين اللي هو الصيف والحر. تخيلوا انا البس هذا الجاكيت الحين، انا تخيلت جاكيت خفيف يعني ميد سيزن، هذا اللي بترميه فوقك اذا حابه تكوني مرتاحه اكثر مثلا بالمشي بلبسك وكذا، بس ما كان قصدي جاكيت شتوي وسميك وطالع لهذه الدرجه. خلوني بس اوريكم. قديش ضخم قديش كبير، او ماي جاد. عمين الجاكيت لوحده كتير حلو كتير ستايلي على فكره، بس ايش وضعه بلبسه اليوم؟ لا فعليا حاتبخر.
فكرة إضافة الجاكيت كانت أسوأ فكرة بحياتي. الحين النظارات اللي حينقذوني من هذا الوضع. النظارات هذا شكلهم، ما بعرف كيف شكلهم، ما عندي مراية الحين قدامي، فأنتوا اكتبوا لي بالتعليقات إذا شكلهم حلو أو لا. وآخر شيء الشوز، ما عندي أدنى فكرة إذا سنيكرز، إذا كعب، إذا مش كعب، ما عندي أي فكرة. الشيء الوحيد اللي بعرفه وبتذكره إن أختي قالت عنه مش حلو. واو، تذكروا لما أختي قالت لي كل قطعة من لون؟ وطف. واحد اثنين ثلاثة. فبنات هذه هي اللبسة كلها مع بعضها. بنات حباكم تتخيلوا مشهد وتحكولي بالتعليقات بكل صراحة ايش حتكون ردة فعلكم. تخيلوني انا مرة من امامكم، ايش حتكون ردة فعلكم على لبسي؟ يعني هل حتلفوا انه واو البنت ايش لابسة مع ايش، يعني شو هذه اللبسة؟ ولا ما حتنتبهوا، حتحسوا انه اللبسة عادية، ما حتعيروا اي اهتمام؟ اكتبوا لي تحت بكل صراحة، انا حاقرا كل تعليقاتكم. اشوفكم بعد شوي. البيت والصراحة بنات كنت كتير مرتاحة بلبستي. شفت نظرات الإعجاب بعيون الناس، ما شفت ولا حدا طلع علي نظرة استهزاء أو نظرة تعجب مثلا، بالعكس. وأنا متأكدة إنه ولا أحد فكر أو خطر بباله إنه هذه اللبسة اشتريتها وأنا عيوني مغمضة. فالخلاصة هو إنه مرات الخوف والعقد بيكونوا بس براسنا، ما بيكونوا موجودين بالحياة الحقيقية. يعني شغلات احنا بنشوفها مش حلوة بنفسنا، بس الناس بالحقيقة ما بيشوفوها ولا بيلاحظوها اصلا. فهذا اللي حصل معي اليوم. اذا حبيتوا الفيديو حطوا لايك عشان اعرف انكم بتحبوا هذا النوع من الفيديوهات واسوي لكم اكثر. واذا بتحبوا محتوى قناتي ولسه مش مشتركين، اشتركوا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر تحت الفيديو. واهم شيء انكم تفعلوا جرس الاشعارات عشان دايما يوصلكم اشعار بهواتفكم لما انزل. ويا بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي. لكني تبخرت عشان نكون واضحين.